بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم نبي الهدى. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى أحدثكم عن النبي الصادق، أول لقب لقب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة. كان معروف طبعا لقب النبي الصادق الأمين. أين نحن من الصدق بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة رضوان الله عليهم، والقرآن سجل المشهد ده في سورة الأحزاب، لما الأحزاب جوهم يهجموا على المدينة المنورة، وفي سورة في القرآن اسمها سورة الأحزاب، ربنا يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان الصادق، ما أثرت عليه كذب قط، لدرجة أنه في بداية البعثة أول ما نزل عليه الوحي جبريل، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال له فاصدع بما تؤمر، يلا بلغ يا محمد الدعوة، جمع الناس، جمع أهل مكة، والنبي قال لهم كده: أو مصدقي أنتم لو أني أخبرتكم بأن سفح الجبل عدو يريد أن يغير عليكم؟ النبي قال لأهل مكة: هتصدقوني لو أنا قلت لكم أن وراء الجبل اللي ورايا ده في عدو عايز يحاربكم؟ أهل مكة يرد يقولوا إيه؟ واللاتي والعزة ما جربنا عليك كذبا قط، عمر ما كذب أبدا عليه الصلاة والسلام. قال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله. النبي بيقول اللي يطلب ريادة، اللي عايز يبقى في المقدمة دائما ما يكذبش، الإعلام اللي عايز يبقى ناجح ما يكذبش، الصحف اللي عايز يبقى ناجح ما يكذبش، الإمام اللي عايز يبقى ناجح ما يكذبش، رب الأسرة اللي عايز يبقى ناجح ما يكذبش، الزوجة اللي عايزة حياة زوجية سعيدة ما تكذبش إلا الكذب. أيكون المؤمن كذبا؟ قال لا، المؤمن لا يكذب. عشان كده كان من أهم صفات سيدنا النبي الصدق عليه الصلاة والسلام. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أهل مكة بيريدون أن يصدوه عن دعوته واضطهدوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، في الوقت ده كان أبو سفيان في تجارة في بلاد الشام بيتاجر، لأن أهل مكة كان عندهم رحلتين، رحلة الشتاء والصيف للشام واليمن. فهو بلاد الشام هرقل ملك الروم عرف بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فبعد جاب أبو سفيان والقافلة بتاعته، قال لهم: مين أقرب واحد فيكو هنا لواحد اسمه محمد ابن عبد الله؟ فالناس كلها قالت ده أبو سفيان. فأبو سفيان قعد قدام هرقل ملك الروم، وبقيت القافلة قاعدين ورا أبو سفيان. فهرقل قال للناس: إيه، أنا هسأل أبو سفيان أسئلة، لو كذب في سؤال واحد فيكم من ورا يشاور لي بس. أبو سفيان بيقول إيه؟ والله لو كذبت ما كذبني أحد، ولكني خشيت أن تؤثر علي كذبة. فقال هرقل: هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب من قبل؟ فقال أبو سفيان: لا والله، ما جربنا عليه كذبا قط. فأبو سفيان بيشهد أن النبي طول عمره إيه؟ صادق عليه الصلاة والسلام. والنبي لما حزن أنه أهل مكة بيصدوه عن الدعوة، ربنا قال له: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أيوة، فإنهم لا يكذبونك. خد بالك يا محمد، أهل مكة مش مكذبينك، أو يكون حضراتكم متخيلين أن العداوة اللي كانت ما بين أهل مكة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم مكذبين النبي إطلاقا. أمال كان الموضوع إيه؟ قال: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كانوا مستكترين على النبي أنه هو ده بالذات اللي يبقى النبي. حتى القرآن قال إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كانوا عايزين القرآن ينزل على واحد زي أبو جهل في مكة، أو واحد زي عروة بن مسعود الثقفي في الطائف. ربنا قال لا لا، دي رحمة ربك سبحانه وتعالى، يختص برحمته من يشاء. إذن من أهم صفات سيدنا النبي الصادق، فهلا اتبعنا رسول الله في هذا الخلق؟ ده هو اللي علمنا: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. خدوا بال حضراتكم إن الناس أربع مراتب. أنت بتقول لربنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من البشر كلهم ربنا أنعم على أربعة، في أربع مراتب. رقم واحد النبيين، ودول أعلى مرتبة. اتنين الصديقين، دي تاني مرتبة. تلاتة الشهداء،
أربعة الصالحين. الصديقين ديت أعلى مرتبة اللي هي بعد النبوة مباشرة. النبوة أعلى حاجة، دول أنبياء الله. طب غير الأنبياء البشر بقى أعلى مرتبة فيهم الصديقية. إزاي تنال الصديقية؟ بالصدق. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الصادقين حتى نحشر مع الصادق الأمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.